لتعليق حول الموضوع وشان سوريا ينضم الينا من اسطنبول المحلل السياسي الاستاذ صالح فاضل. اهلا بكم استاذ صالح الى هذه الجوله الاخباريه. يعني وزراء خارجيه الدول الضامنه لمسار استانا اجمعوا بانها حققت نتائج مهمه في استانا، الى مدى اي مدى ترى بان هذه النتائج محققه على الارض؟ حقيقه يعني الواضح ان استانا استخدمت بكل اسف من روسيا ومن النظام السوري استخداما سيئا وعلى غير إرادة الثوار. حقيقة أستانا لم تحقق حتى الآن أشياء إيجابية ملموسة، بل هي هروب من الاستحقاقات الدولية. اليوم أين أستانا مثلا ونتائجها في الغوطة؟ أين أستانا ونتائجها في إدلب وفي ريف حماة؟ سوريا كلها الآن شعلة نار وشعلة دم، فأستانا الحقيقة لم تحقق أهدافها أبدا، بل أهدافها مزقت الثورة السورية. أنا هذا ما أراه. يعني هناك وزير خارجية إيراني محمد جواد ظريف يقول بأن أستانا خرجت على الأقل بنتيجة واحدة وهي حفاظها على وحدة التراب السوري. عن أي وحدة للتراب السوري يتحدث وزير الخارجية الإيراني مع وجود يعني القوات الروسية والإيرانية والأمريكية على الأراضي السورية؟ حقيقة تعلم أن إيران تمارس سياسة الدجل، بس وليعلم الجميع عندما نسمع كلمة دجال فيجب أن تقرن بالنظام الفارسي الإيراني العفن. نعم، أين وحدة تراب سوريا؟ إذا كان لسوريا اليوم لا يوجد رئيس دولة لسوريا، سوريا لا تمتلك إدارة سياسية ولا إدارة عسكرية. سوريا تدار من قبل المحتلين الإيرانيين والمحتلين الروس والميليشيات الشيعية القادمة من لبنان وعراق والعراق وغيرها. لا توجد دولة اسمها دولة سورية. لو كان هناك دولة اسمها دولة سورية لفكرنا بما يقوله هذا الإيراني الغبي سياسيا أو المخادع. سعادته لا أقول غبي، بل إنه مخادع كالثعالب يروغون هنا وهناك. ولكن المجتمع الدولي وكثير من الدول ترى بأن في سوريا هناك دولة وهناك رئيس غير شرعي قد يكون، ويتعاملون معه على أنه رئيس شرعي. نعم، لأن الحقيقة سوريا فعلا كما قال بشار الأسد صدق وهو كذوب أن سوريا تتعرض لمؤامرة دولية كبرى. نعم، لكن هذه المؤامرة هي على الشعب السوري وبأداة قذرة، هي الحذاء السوري بشار الأسد، حذاء النظام الدولي الذي لا ينتمي إلى سوريا لا هو ولا أسرته. الجميع يعرف حتى علوي سوريا إذا تكلمنا بطائفية يعلمون أن بشار الأسد لا ينتمي أيضا هو وأبوه المقبور إلى سوريا، وهو جاءنا مهاجرا من بلاد فارس. بالانتقال إلى بالانتقال إلى محور الغوطة، يعني الغوطة الشرقية وبالتحديد حموريا البارحة شهدت توغلا لقوات النظام وسيطر على حموريا بشكل كامل في الجزء الجنوبي من الغوطة الشرقية، ومن ثم عاد الثوار أو الفصائل المسلحة الموجودة في الغوطة عادت بهجوم مضاد وقالت بأنها سيطرت على حموريا. يعني بأي سياق من الممكن وضع الآن وصف وضع ما يجري في الغوطة الشرقية؟ حقيقة الأمر يعني في البداية هناك تمت بعض الاتفاقات بسبب بعض المدنيين وهم قلة للخروج لأجل التداوي في من 12 يعني ألف مدني قلة. أستاذ صالح، أستاذ هذه الإحصاءات ليست صحيحة أبدا، ما في 12 ألف وإنما بضع عشرات الحقيقة من العائلات. استغل النظام هذه الحالة ودخل حموريا، ولكن كان فخا للنظام، قتل على أثرها المئات من جنود النظام. و الحمد لله حمورية عادت بالكامل الآن إلى سلطة الثوار، وبتدل على أنه كان هناك فخ ناجح نصبه الثوار ضد جيش النظام المجرم. الثوار اتهموا النظام بأنه استخدم المدنيين الخارجين من حمورية كدروع بشرية لدخول حمورية. هل برأيك الثوار أو الفصائل المسلحة الموجودة في الغوطة الشرقية قادرة على مسك المناطق التي تخضع لسيطرتها الآن؟ حقيقة الأمر يعني المعركة الآن هي معركة كر وفر كما تلاحظ، والمجاهدون رغم قلة المؤونة يحققون انتصارات فادحة. الأسرى البارحة هناك كان مجموعة كبيرة
من الأسرى تجاوزت 60 أسير في منطقة الغوطة من الإيرانيين ومن جنود النظام، وهذا إنجاز كبير جدا سيفاوض عليه المقاتلون السوريون في منطقة الغوطة النظام، ولتحقيق إنجازات أخرى، عدا على أن الحالة المعنوية المتربية لجنود النظام وميليشياته الذي يزج بآلاف من المقاتلين الغير مدربين، النظام الحقيقة مخزون البشري بدأ ينفذ، ولولا حزب الله والميليشيات الأخرى والروس النظام سيسقط خلال أيام. ما بقي في نظام الآن، الغوطة ستكسر عليها هيبة النظام، وانكسرت هيبة النظام في منطقة الغوطة. نعم الأستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.